نريد أن نسمع منكم واستغرب من الأسئلة بصراحة، هل أن الزهراء معصومة أم أنها ليست كذلك؟ في عندنا، أنا بسأل، تقروا أنتوا أو لا؟ في كتاب اسمه فقه الحياة صار له قريب السنة، أنا بقول إن الزهراء معصومة بثلاث أدلة. أولا إنها من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس، ثانيا لأنها سيدة نساء العالمين، ثالثا لأنها معصومة بذاتها في حياتها. ومكتوب في كتاب الندوة بالجزء الأول وبالجزء الثاني مكتوب هذا الشيء، ولا أظن أن عالما شيعيا تحدث عن الزهراء وقداستها وعظمتها من 40 سنة كما تحدثت في عشرات المحاضرات، ومع ذلك يبقى واحد بيقول شو رأيك الزهراء معصومة أو لا، الزهراء شو هي؟ هذا كلام أنا بقولكم بكل محبة، أنا عايش معكم على الأقل 31 سنة بهالبلد، يمكن كل يعني شبابكم من رجال ونساء تربوا على إيدي في هالمقام، وللشرف في ذلك، يعني هذا كلكم سمعتموني في الليل وفي النهار وفي الندوات وفي المحاضرات وفي خطب الجمعة. هل من المعقول، من المعقول أنه يبقى في ناس من هالجيل ما بيفهموني أنا؟ في معقول؟ مين اللي تحدث معكم كما تحدثت أنا؟ مين اللي رافقكم في كل قضاياكم كما رافقتكم أنا؟ مين اللي عمل وهو له الشرف في خدمتكم كما هذا؟ هيك بصير الوضع بهذا الشكل، أنه في ناس يجوا يقعدوا يشككوا بالعقيدة وفي ناس يشككوا بهذا، معقولة؟ ما بيرتفع صوت وبتظل الجنجنة وبتظل العقد النفسية. أنا بقلكم شيء بالنسبة إلي أنا، هالموضوع مثل الهواء، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. حساباتي مش معكم، حساباتي مش معكم من الأول، أنا حساباتي مع الله سبحانه وتعالى. إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن رفعتني فمن الذي يضعني. أنا بعيش الآن يمكن في آخر أيامي، وأنا ب70 الآن في هالمجال، لذلك لكن أنا أقول الله 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 في واقعكم، الله الله في حالة الإسلامية، الله الله في حالة خط أهل البيت عليهم السلام. لا تتركوا أحدا يعبث به، لا تتركوا أحدا يسيء له، لا تتركوا أحدا يأتي بالكلمات الملتبسة في هالمقام. أنا بقول للكبار منكم والصغار من 40 سنة، أنا بقول ليس هناك سؤال تافه وليس هناك سؤال محرج، الحقيقة بنت الحوار. أنا مستعد حاور كل الناس، مستعد أجيب الصغير والكبير، وأنتوا تعرفوا هالموضوع. لذلك لا تدافعوا عني، لكن دافعوا عن وضعكم الإسلامي، دافعوا عن هذا الواقع اللي بتعيشوا فيه، والواقع الذي كل الدنيا عم تجي تهجم عليكم وكل الدنيا عم تعتدي عليكم. كونوا واعين، خلي يكون عندكم وعي سياسي، خلي تفهموا حركة المخابرات كيف تمشي. احنا ما بنقول كل الناس اللي عم يشتغلوا بهذا مخابرات، ولكن بنقول المخابرات تستغل نقاط الضعف في هالمجال. لذلك أيها الأحبة، لا مشكلة في هذا الموضوع، وأنا كما قلت لكم لولا أنهم يربكون الحالة الإسلامية ويهددونها بالخطر، لولا ذلك لقلت الله يسامحهم، لكن لأن المسألة مش مسألتي أنا، هي مسألة الحالة الإسلامية، أنا بقول إما أنه الله يهديهم، وإذا ما اهتدوا الله ليسامحهم، هل لأنهم أساءوا للإسلام والمسلمين، ولا أقصد جهة معينة أو شخصا معينا، ولكني أقصد الظاهرة والحالة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.